أنا أعرف كافة مساعي الدول لتحقيق أن الدول تريد أن تحقق شيئا للقارة، وبحضور السادة الوزراء وزعماء الحكومات أنا أولي مسؤولية لموضوع في غاية الأهمية وهو تحقيق السلم والأمن القاري. هذا الأمر أصبح متطلبا أساسيا، وخبراتكم في هذا المجال نحن كنا نتحدث بالأعلى للالتزام من الجانب دول القارة من أجل تحقيق الاستقرار والسلم لكافة الدول. كيف نحقق السلم بين دولنا القارة الشقيقة؟ كيف نحقق السلام بين دولنا جنبا إلى جنب؟ وأنا أعرف الدولة المصرية هي دولة حكيمة، لدينا شراكة استراتيجية تعمل على تهدئة الأهواء من الجنوب حتى البحر المتوسط. علينا أن ننتهج طريق السلم والاستقرار معا جنبا إلى جنب.